السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم التواصل معنا من خلال آرائكم وأفكاركم ومشاركاتكم طبعا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف أزمة الكهرباء المستمرة في العراق، إذ حمل عدد من المراقبين الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء التي تشهدها المحافظات مع كل موسم صيف، وشددوا على أهمية إيجاد البدائل المناسبة لاستثمار إمدادات الطاقة المحلية على أرض الواقع وليس عبر وسائل الإعلام فقط. فالمواطن العراقي يحتاج إلى حلول ملموسة تنهض بالواقع الخدمي في كل المجالات وفي مقدمتها الكهرباء. في ذات السياق، حمل أحد المواطنين العراقيين الحكومة مسؤولية أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن توفير إمدادات الغاز الإيراني أو انقطاعه لا يمنح الحكومة الحق بالتقاعس في توفير هذه الخدمة للشعب أو هذه الخدمة للشعب، بل الواجب عليها إيجاد الحلول العاجلة المناسبة. دعونا نشاهد. طبعا هي صارت مثل العادة، قطع الكهرباء كل سنة هيك أيام تنقطع، هذا مو صوت الشعب، والشعب ما إلى دخل. إيران تقطع الغاز تعطيكم غاز، هذا مو شغل الشعب، هذا شغلكم، عندكم تريليونات مشوا. الحل بسيط، إذا إيران قطعت الغاز عليكم انطوا غاز لأهل المولدات، كل أبو مولد أشيل له 30 برميل 20 بنص سعر و10 بلاش، وقل له 24 ساعة تنطي كهرباء، ما تنطي كهرباء نجي نعتقلك. إذا أبو المولد يشتري ال 200 مدري 150 البرميل الغاز، ادري شلون ينطي كهرباء؟ اهل المولدات جاي يسرحون الداد، جاي يخسرون. والله لو مو اهل المولدات لسقطت حكوماتكم كلها سقطت. يا اخي ما لنا دخل، انتم مو تشتغلون عملاء عند ايران؟ يعني ايران كل سنه بهيك بشهر السابع جات قطعه؟ هذا مو شغلنا. اثنين الى محافظ النجف، اخي تبطي تبديل الاحمد وغيره وغيرها. انا خل اقول لكم، جاي تجيني معلومات اهل اكو احياء قاعدين بها مسؤولين اربع ساعات الكهرباء، واكو احياء فقرة ما عندهم مسؤولين جاي تنقطع اربع ساعات وخمسه وسته، واذا اجتهم ساعتين كل عشر دقائق تنقطع لها نص ساعه. شويه صيروا شرفاء واشتغلوا لهاي العالم. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، حيث ناشد أهالي حي العباسية في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد، ناشدوا الجهات الحكومية لتوفير محولات كافية من أجل تغذية جميع المنازل وحل أزمة الكهرباء. لنشاهد. بطلنا الناشي دائرة كهرباء الشعلة وصيانة كهرباء الشعلة وما الكرك بغداد، صار سنين، يعني سنوات، صار سنين سنوات على هالمحولة. هاي المحولة، خلي يشوف محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء، خلي يشوف هاي محولة هاي الزراعي، هاي الزراعي عليها، الحواسيم عليها، وهاي بيوت الطابو عليها. زين انا اروح المدير الكهرباء وخلي يسمعني ويشوفني. زين مدير الكهرباء هسه استاذ سعد الصافي، خلي يشوفني. زين اروح اليه اقول له استاذ هاي محاولة، تعال اوقف اطلع هنا، انت عليها، انت مدير كهرباء تجي توقف هنا انا وشوف الخلل، يقول انا ما اطلع. شنو يابا ما تطلع؟ انت مدير كهرباء تجي توقف هنا انا تجي تشوف معاناة البشر هاي شنو هي هنا؟ ايش كم يوم صار بدون كهرباء؟ اخي صار، لا تقول لي ايش كم صار لنا اسبوع كهرباء. اخي مو اسبوع، خلي يسمعنا الاستاذ محمد الشاع، مو اسبوع، هاي صار لنا على الحال سنين سنوات، سنين يعني زراعي تقريبا بال 300 400 بيت، زراعي 400 بيت، الناس الحواسم هنا، وهاي الطابو كلها على هاي المحوله. زين هي هاي المحوله مخصصه ل 30 بيت، هاي المحوله مخصصه ل 30 بيت. زين اروح المدير الكهرباء، مدير الكهرباء اقول له هاي الوايرات
صور الوايرات تصورنا هاي الوايرات هي متسير هاي الوايرات اسمح لي هاي الوايرات يعني هاي أمة محمد كلها تجيب باير تجيب باير باير تشط الواير باير وتربطه يعني هاي تتحمل هاي تتحمل هاي الضرب خلي يشوفوه هاي ايش كم هاي صار لها اكثر من احنا هاي سنوات على هالمعاناه وصار لها اسبوع عم تعالوا بس تعالوا يا امه محمد يا امه الاسلام. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن ملف الكهرباء ومعاناه المواطنين وننتقل الى محافظه القادسيه وبالتحديد الى قضاء الحمزه الشرقي، حيث ابدى مواطنون في حي المعراج امتعاضهم من تفاقم ازمه الكهرباء في حيهم نسبه للاعطال التي تصيب محولة الكهرباء، حيث يتم أخذ الأموال مقابل صيانتها، وبالرغم من كمية الأموال المدفوعة إلا أنها تعاني من نفس الأعطال في كل مرة. لنشاهد. يا المحافظ القي مقام يدير ناحية يا تكليف العبد علي يا الدنيا يا الخلق ملينا كفيركم العباس هذا شارع 20 موتنا لا كهرباء لا ماي ملينا بس من الكهرباء يوميا يوعدون حيدر الشيخان يقول اجيب لك محاوله اخويا وما يجي محاوله المدير نفسي اوقف المدير نفسيته مدير الكهرباء قال اجيب لك محاوله ماكو ايهاب هذا ما ادري شو اسمه المسؤول قال اجيب لك محاوله ولحد الان ماكو محاوله شلونها منها اطق منها خلال ساعتين اطق يشد سؤال العمال يو تعطينا فلوس ها اخويا وما سوي لك الكهرباء ياخذون 200 300 الف وسواها رجع مره ثانيه سواها وطقت واخذت 300 الف و 400 الف و 150 الف وكل شيء ماكو ولحد الان هسه هاي جهنم كيفك العباس بته ملينا بس من الكهرباء ماكو كهرباء يا تكله يا انا ناشد المحافظ امشي عليه الحسين ومشي عليه هذا الشهر المحرم يسوي لنا كهرباء ملينا كيفك العباس نقدر هسه نسوي مظاهرات ونهز لو ما هز كل شيء نقدر نسوي بس ملينا يعني واحد يحترم نفسه واحد يحترم يعني احنا محترمين نفسنا اللي محترم نفسه ما يحترمونه ملينا بس من الكهرباء الله شاهد ملينا وين نروح وين يعني يا نقول له المحافظ القي مقام المدير كيف لكم العباس ملينا انا اريد حتى ناشي التكليف على عبد علي انا شارع 20 ملينا والله ملينا المحاولة كم بيت عليها؟ عمي محاولة هاي أكثر من 175 200 بيت عليها عيني وعليها ضغط هواية إحنا ما خلينا ناشد كل شريف من شيخ إلى محافظ إلى مدير إلى أي واحد خلي يسولنا فزعة عمي متنا أطفالنا ماتت عوائل ماتت كل وعود يعني وعود كذب ليش. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن ملف معاناة العراقيين مع انقطاع الكهرباء المستمرة ونبقى في محافظة القادسية، حيث اشتكى أهالي حي النهضة الثالثة من انقطاع التيار الكهربائي عنهم لمدة 3 أيام متواصلة دون معالجة الخلل، وبالرغم من اللجوء إلى قسم الصيانة الخاص بمنطقتهم إلا أنهم تعرضوا للطرد ولم يتمكنوا من إيجاد حل لمعاناتهم المتفاقمة. لنشاهد. سيد المحافظ يم مدرسة الخلاني صار لنا 3 أيام كفيلك العباس كهرباء ماكو نعم والحسين انام انا وعيالي بالشارع هاي العالم وياي نعم والحسين ملينا اجيت استاذ ميتم اريده بس يكون يطلع وياي للقطاع رحت له القطاع يقول لي سيارات عاطله يعني اذا سيارات عاطله شلون ابقى بدون كهرباء اني الشارع قسمين بدون كهرباء والحسين ملينا اريد الحل 3 أيام صاركم والحسين 3 أيام والحسين زين راجعتوا قسم الصيانة؟ والحسين راجعنا وطردونا ودفعونا وبالاخير جاب لنا شرطة يعني حطينا انا جاي راجع انا مو متظاهر انا ما مسوي عليك مظاهرة انا جاي راجعك تجيب لي شرطة انتوا الان هسه يعني بالقرب من بيت المحافظ شنو مطالبكم او شنو موقفكم هنا؟ نريد الكهرباء يعني هو راح يوصل صوتكم للسيد المحافظ وايضا وصل صوتكم للسيد مدير الكهرباء الاخوه بقسم الصيانه ان شاء الله ويقصروا ان شاء الله يحلون والله العظيم المهندسين مستهزئين بينا مستهزئين بينا روح احنا نجور والله حاطين شرطه بالباب روح لا تريد راجعه تروح تريد راجعه يطلع لك سيد انا رحت له بدراجع تطلع لي شرطه بتوافي شكو عليهم يقول لي لا انت لا جاي جايب غير نيه قلت له عم انا جاي اريد كهرباء قل لي عطال مثلا بغير مكان على مود استوعب وادير وجه وامشي ملينا الله اكبر. دعونا نتابع الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. فيصل يقول
راجعنا كهرباء الحمزة على عطل بالمنطقة، جماعة الصيانة يرد علينا يقول ما أطلع للصبح وراح أنام بدون كهرباء. طيب سجاد يقول جماعة الصيانة مال الكهرباء ما يطلعون إذا مو فلوس وكلكم تعرفون بهالشي. لدينا تعليق من حميد الجبوري يقول كلها هيج، الشبكات تعبانة والمحولات عليها حمل زايد أو حمل زيادة، ودائرة الكهرباء بس اسم، لا شبكات يبدلون لا محولات يعززون. عندنا تعليق من يوسف يقول حسبي الله ونعم الوكيل، شنو ذنبنا، شنو ذنب هل هاي الناس بهذا الحر وأطفاله بالشوارع، والله حرام على كل مسؤول على هاي الناس، وين المسؤولين؟ أنتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة، وطبعا قبل أن نأخذ الموضوع دعونا نستقبل بعض الاتصالات. ومعنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للكهرباء، نعم، أعتقد صفوا عليها يعني مالية كلش ضخمة، 80 مليار. زين هذه عند بقية البلدان، احنا شفنا البلدان يعني 3 مليارات صنعت محطات كهرباء وقامت تتصدر، لكنه احنا بالعراق الأحزاب والميليشيات والحكومة اللي عازة عن توفير الخدمات للمواطنين ما يعني لو يعني تصرف أكثر من هذا المبلغ يروح لجيوب الفاسدين. احنا شيء آخر يا أستاذ محمد، انت لما تسلم أمرك بيد عدوك حتما ما يوصل لك الكهرباء. يعني انت اللي جاي حكمك هذا كان حربك 8 سنوات، والمسؤولين على بالدولة العراقية وبالحكومة العراقية هم كانوا يحاربون 3 سنوات أستاذ محمد. لكن هم يعني هم اليوم يريدون يوصلون عن طريق آلتهم الإعلامية، عن طريق أحزابهم وميليشياتهم، أنه إيران هي الجارة اللي أنقذتنا وقت الأزمات، إيران هي التي وقفت معنا، إيران هي التي ساندتنا وفتحت أبواب مخازنها في سبيل تسليح الميليشيات وتسليح هذول الحشد، إيران هي الوحيدة اللي بالمنطقة والدول المحيطة بنا هي اللي توقف ويا العراقيين. ليش إحنا نشوف كل المشاكل تجي من إيران لعد؟ يعني المخدرات تأتي من إيران، الغاز إيران تقطع علينا إذا إحنا ما ندفع الفلوس، الكهرباء إيران تقطعها علينا، إيران تصدر لنا البضائع ذات الجودة الرديئة والسيئة، وإيران هي التي ترعى هذه الميليشيات التي تثير الذعر والإرهاب بالعراق. وين الجيرة العاد؟ وين المواقف الطيبة؟ هم على أي أساس يقيمون مواقف إيران إذا العراقيين دي يشوفون الويل منها ومن اللي يمثلوها داخل العراق؟ رحم الله خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول ليت بيننا وبين الفرس جبلا من النار. رجل يعني كلمته مأثورة يعني بالصميم. أستاذ محمد، مو العراقيين اللي يقولون، دولة ديول إيران وتربية إيران هم اللي مثل ما قلت لك قبل شوية، هم دولة اللي كانوا ويا الجيش الإيراني اللي دافعوا عن إيران وقتلوا الجنود العراقيين، هم اليوم متولين السلطة والأمر بيتهم، فكيف يعني تتوقع من دولة أن يقدمون خدمات للمواطن العراقي؟ هم يعتبرون المواطن العراقي عدوهم الأول. لا تصدق وجود سواهم المواطن العراقي حتى يكون عدوهم الأول يا سيد عبد الرزاق، يعني شنو اللي الضرر اللي أوقع المواطن العراقي على هاي الطبقة السياسية الحاكمة؟ من شنو يعني بشنو أذاهم؟ شوف هم يعرفون كل زيان بأنه هم منبوذين، وخير دليل يعني ثورة تشرين أثرت لهم بأنه الشعب العراقي ما يرغب بهم، ما يرغب بوجودهم، ما يرغب بأنهم يكونون يعني مسلطين على هذا البلد، بلد الحضارة، بلد بلد الرافدين، بلد الإنسانية، بلد التقدم والتطور. فيعرفون كل زين بأنه العراقيين ناس إنهم ثقافتهم، إنهم تربيتهم الخاصة، ناس مدنيين ما يؤمنون بالخرافات، ما يؤمنون بالأساطير، ما يؤمنون بالدجل. فعفوا نفسهم كل الزيان بأنه الشارع العراقي ما يرحب بهم، ما يريدهم. فلذلك هم
عرفوا كل زين صح يحاولون يحاربون المواطن العراقي كل ما عندهم من وسيله كل ما عندهم الطريقه اللي يأذون بها المواطن العراقي. خير دليل على كيفيه المواطن العراقي هو الكهرباء، خصوصا بهاي الاشهر شهر تموز واب والليل. فهاي الطريقه مالتهم. انت تتوقع ايران، يعني ايران ام الارهاب، راعيه الارهاب بالمنطقه هي اللي تعطيك الغاز. يا اخي يعني واحد يقول كلم العاقبي ماله فين عقل فين عقل. شكرا جزيلا يعني وصلت الفكره. انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا واعتذر منك لان الوقت يداهمنا. ننتقل الآن إلى ملف المياه وأزمة المياه الواصلة إلى منازل المواطنين مشاهدينا الكرام. طبعا المشكلة، مشكلة المياه الملوثة الواصلة إلى منازل المواطنين العراقيين تتفاقم يوما بعد آخر في مختلف المحافظات العراقية، حيث رصد مواطن حال مياه الإسالة التي تصل إلى منازلهم في منطقة الطويسة وسط محافظة البصرة. دعونا نشاهد. هاي حلقة جديدة من مسلسل الماي العفن. شوف هذا الماطور فتحته، الفلتر فتحته قبل تقريبا نص ساعة، كان نظيف من بعد ما احنا منظفينه، رجعت سديته. النوب رجعت هسه ورا نص ساعة الماي انقطع. شوفوا شنو هذا الفلتر، شوفوا هذا اللي قبل الماطور، هذا شوفوا الفلتر بابا شنو قاعد يطلع من عنده، بابا شنو قاعد يطلع من عنده. زين اسف لبشاعة المنظر، لكن عسى ولعل يوصل للمحافظ، يوصل الفرد مسؤول شريف صاحب ذمة صاحب ضمير، وحاول يلقينا حل. الى متى؟ والله العلي العظيم هذا حتى لشرب الحيوانات، لاستعمال الحيوانات بصورة عامة غير صالح، بس الظاهر احنا عندهم ادنى من الحيوانات. لو مو ادنى من الحيوانات ما يتعاملون ويانا هيجي. زين طبعا مقطورات تطبق على بيبان بيوتهم 36,000 لتر، 38,000 لتر، 48,000 لتر. زين الله يعلم مقطورتين ثلاثة ويقضون بهم يومهم من هذا الماي الحلو ومتمكنين يدفون. اما الفقير لا خلي يضرب راسه بالحيط. تفضل من نجاسه، من طفيليات، من طحالب، من ما اعرف ايش. مستمرون ضمن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. احد المواطنين في قضاء بعقوبه في محافظه ديالى وثق حال المياه الواصله الى منازل الاهالي، حيث اظهر مقطع وجود القواقع على المصفات التي يتم تركيبها على جهاز سحب المياه. لنشاهد. السلام عليكم اخوان، هذا مشروع ماء تحرير اللي بالجاسه، المي مالتنا من عنده، وهذا الماطور فتحت المصفي كله قواقع ما اسولف لكم. تمام عرفنا الحمى النزفيه، مرحبا بالبلهار. زين الى مقطع اخر مشاهدينا ضمن نفس الموضوع. احد سكان منطقه الجزيزه في منطقه او الجزيزه في منطقه البصره في محافظه البصره وثق وجود الديدان في مياه الاساله. لنشاهد. السلام عليكم اخوان، اخوان هذه ديدان موجوده مياه الاساله مال الجزيزه. ارجو الانتباه رجاء، بعض الناس يعتقدون طحالب بس هاي ديدان، ارجو الانتباه. رحم الله والديكم. اخوان هذه ديدان موجوده مياه الاساله مال الجزيزه. ارجو الانتباه رجاء، بعض الناس يعتقدون طحالب بس هاي ديدان، ارجو الانتباه. رحم الله والديكم. حقيقه هذه المشاهد لا تقف عند هذا الحد، اذ ناشد احد المواطنين في منطقه 4000 ضمن قاطون الرحمه في محافظه ديالى، ناشد بشان المياه غير الصالحه للشرب، حيث تاتي الى المواطنين مياه ملوثه يصاحبها رائحه كريهه جدا ولون داكن، بالاضافه الى انقطاع المياه لفترات طويله، كما وطالب السكان بضرورة معالجة الأمر من قبل مديرية مياه ديالى. لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوص مي منطقة 4000، يعني هذا حاله
والله صار اربع ايام خمس ايام يعني الريحة ما تنوصف، وهذا الماء قدام عينك شوفه شلون اسود. السبب ما نعرف، احنا ما ينمش بينات، وعدنا على اساس تقوية من المبخة الجديدة اللي فتحها المحافظ العام، وهذا حالنا. مي ماكو طبعا، هو اذا اكو هذا، اذا يجي المي يجي سيان، والريحة اللي تشوفها هاي قدام عينك، والريحة والله كن ما تشتمها، يعني الصايم يفطر من وراها. مي سيان على حالة، والريحة تكتل، وما نعرف شو نسوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى مقطعنا الأخير ضمن هذا الملف مشاهدينا الكرام، حيث انتقد أحد المواطنين من منطقة سيد طالب في قضاء الشنافية بمحافظة القادسية، انتقد حال مياه الإسالة الواصلة إلى منازل المواطنين، حيث تصل المياه للمنازل وهي ذات لون ورائحة على عكس ما هو معروف على الماء بخواصه، مع وجود رواسب طينية، مناشدا الجهات المختصة لإيجاد الحلول. دعونا نشاهد. توصل ماي للسيد طالب، هسه واحد اللي يغسل معده اللي يسبح اللي يزار، شوف شرفك شوف طين لو مو طين. اكو شي ماي والله، ها شوف طين على حيل، شوف هذا الماء شوفه، مهندس هاني سوي لنا حل لمشي عليك الحسين، مقتنع انت بهذا الماء هسه؟ هذا ماء سالة طين على حيله، لا ظلت تانكيات، لا ظلت حتى تريد تغسل ملابسك، تريد تغسل بطين، تريد تسبح بطين. مشاهدينا الكرام، لنتابع سريعا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. عدنان يقول: هاي الطويسة على أساس منطقة راقية، بعد شلون المناطق الشعبية؟ في تعليق من ياسر أبو أحمد يقول: هذا لا شيء بالنسبة إلنا، أني ألقى شغلات لا على البال ولا على الخاطر، غلاف شوكليت سيليفون فلين زلنطة، حتى سمك مرة طلع لي. تعليق من محمد يقول: شنو السالفة؟ يعني معقولة ما تقدرون تحلون مشكلة تلوث الماء والتصفية؟ راح تخبلوني، ما تقدرون تسوون فلاتر وتصفية للمشاريع مع الماء؟ وتعليق أخير من محمد يقول: الله شاهد نفس الحالة، الماء طين. مشاهدينا الكرام، نستمع لرأي سيد أبو عباس من محافظة بابل، تفضل يا أبو عباس. أنا شوية سمعت أنه التعليق من إيران تدعم العراق بالأسلحة وتدعم الأحزاب بالعراق. نعم. إيران هل بل الوقت هذا هي قاعدة تبعث لنا المخدرات والمواد السامة. نعم. وياي؟ نعم. إيران مو حباً بالعراق تدعم بالأسلحة للعراق، مو حباً بالعراق تدعم الأحزاب. تشعل نار شعل فتنة بالعراق، إيران ما تحب العراق. نعم. وهذا الكلام للأسف فقدنا اتصال مع السيد أبو عباس، هذا الكلام يفهموه أتباع هذه الأحزاب اللي منتشرة بالعراق اليوم وميليشياتهم، يفهمون أنه إيران لما تنطيكم سلاح ده تاخذ مقابل بدالة، ده تاخذ مقابل مادي، مقابل كل رصاصة تعطيها إلى العراق، يعرفون أن كل رصاصة تذهب إلى العراق تثير فتنة وتثير مشاكل وتدمر عوائل وتهجر ناس وتدمر مدن مثل ما صار في المحافظات المنكوبة. يدرون ذولا أنه نظير كل رصاصة تعطيها إيران إلى هذه الميليشيات وإلى هذه الأحزاب، هناك عراقيون يقتلون، هناك أبرياء تسفك دماءهم دون وجه حق، طبعا غير المخدرات وغير قضايا كثيرة. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا مشاهدينا الكرام. طبعا كشفت مصادر صحفية عن وجود نحو 2000 مدرسة آيلة للسقوط في العراق، ونقلت المصادر عن مسؤولين في وزارة التربية الحالية أن ملف الأبنية المدرسية يشهد إهمالا كبيرا منذ عقدين، وأن المشاريع التي أحالتها الوزارة إلى الشركات من أجل تنفيذها تحولت إلى متلكئة ومضت عليها سنوات دون فتح تحقيق بشأنها.
وأوضحت المصادر أن السلطات الحكومية لا تمتلك استراتيجية واضحة في تطوير القطاع التربوي والنهوض به في الفترة المقبلة، وذلك جراء استشراء الفساد فيها. ويبقى العجز في هذه الأبنية جزءا من مشكلة يعاني منها قطاع التعليم في العراق. أحد الناشطين من محافظة البصرة سلط الضوء على مدرسة الشهيد أبو المكارم الابتدائية في قضاء أبو الخصيب الآيلة للسقوط وفقا لإفادة أهالي القضاء، وانتقد دور مديرية التربية التي لم توفر الحلول المناسبة ولم تتخذ الإجراءات المناسبة كذلك. لنستمع. هذا الصوت يريد يوصل إلى وزير التربية المحترم وإلى مدير تربية محافظة البصرة. أخوي مدير التربية وينك؟ مدير تربية أبو الخصيب، هاي المدرسة حسب ما الأهالي علمون آيلة للسقوط، مدرسة الشهيد أبو المكارم الابتدائية اللي هي مبنية من الثمانينات طريق الصحراء، وهذا أحد الأهالي. تفضل أبو حسين. هاي منهارة وجهال تدرس فيها، المدارس يدرسون فيها، بس خايفين. نعم خايفين، ما دي الساعة وقطع عليهم وكلهم. يعني عائلة للسقوط تعبانة؟ نعم. المدرسة؟ هاي وحدة وديش بس سبيليات هم منتهي. أيضا مدرسة نعم. أخرى مدرسة السبيليات ديش لقبالكم القديمة أيضا آيلة للسقوط. نعم بس احنا هاي مدرسة الشهيد أبو المكارم اليوم. زين سؤال اخوان، ملف البنى التحتية للمدارس هل هو ملف مركزي؟ اذا ملف مركزي وينكم وزارة التربية؟ يعني هاي المدارس شلون احنا اهل البصرة مثلا نسوي مدارس كرفانية، مدارس آيلة للسقوط، وتحكي ويا بعض المسؤولين بالتربية بالبصرة يقولون والله ما بيدنا شيء. يعني الحل بيه خلي يتابعون يتابع الشغله ويجي ويشوف. زين هسه عطله اليوم، هسه عطله، من راح يبدا العام الدراسي الطلاب هل راح يداومون بهاي البنايه ام تنقلونهم في بنايه اخرى وبالتالي يصير دوام رباعي؟ يعني والطلاب ما يحصر عليهم هناي. نعم اوقات بالاوقات انا والله توسل. بارك الله بيك، معاناه كبيره في ملف التربيه. عيب واحد يحكم يقول عاد سنة. يعني ملف التربية بمعاناة في قضاء أبو الخصيب. نعم معاناة كبيرة، نقص من الأبنية المدرسية وأيضا الخدمات المقدمة مثل الماء وغيرها وبعض المشاكل اللي يعانون منها الأهالي. مستمرون مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى محافظة ذي قار وبالتحديد إلى مدينة الناصرية، حيث رصد أحد الناشطين حال مدرسة الناصرية الابتدائية المسائية ومدرسة الشيخ علي الابتدائية التي تركت بسبب أنها آيلة للسقوط وفيها أضرار كثيرة، وعلى مدى 3 سنوات لم تشمل بإعادة البناء والتعمير ليصبح حالها حال المدارس المتلكئة أو المشاريع المتلكئة. دعونا نتابع. اليوم احنا في منطقة الشرقية، هاي المدرسة اللي صار لها 3 سنوات متروكة إلى الآن لم يتم العمل فيها ولا يتم هدمها وعادتها، ما عدا هذا السياج اللي موجود. هاي المدرسة مدرسة المسائية الابتدائية في الناصرية عام 1964 ومدرسة الشهيد الشيخ علي. بالمناسبة هاي المدرسة كانت مختلطة لأن كل أبناء الشرقية كانوا يداومون فيها. راح ندخلكم جوا وراويكم الأضرار اللي بالمدرسة. تعال زي بالمثال. دخلنا الى المدرسه، هاي المدرسه تتكون من 12 صف. الى الان محافظ ذي قار خاف ما تندل، احنا ندليك فيها طرق الدويره وباب الشطر القديم. للاسف الشديد لا نواب المحافظه اللي يمثلون الشعب ولا مدير المدارس اللي موجود على المشاريع درج هاي المدرسه. احنا نعرف الاسباب، بالبدايه رادوا هم يكون فيها الترميم فما صار الترميم، ما صارت السلكه، يردون اهدمه اعادتها. طبعا احنا عاد وياكم، بس ليش للاسف الشديد باولي يعني شنبك هاي بطاقه المدرسيه مال الطلاب باقيه متروكه؟ يعني هل يعقل من الناس يا رئيس الوزراء؟ احنا ناشدنا مرارا وتكرارا مشاريع ايقاف بعد المشاريع المتلكئه. اليوم فتحنا موضوع المدارس، هاي المدرسه هي من المدارس القديمه في المحافظه. للاسف الشديد لا نواب لا رئيس وزراء لا محافظ ايقاف لا انشملت بالقرض الصيني. نريد نعرف شنو الفيلمكم، شنو الدايه مالتكم؟ محافظ ايقاف اصبحت هي مستشرع بها الفساد. زميل المصور، انت اذا تقول يا محافظ ايقاف عندك 650 مليار 2022 دني وين راحت؟ مجرد نافورات؟ النافوره تسويها ثاني يوم تعطل؟ يعني بدل ما اسوي لي مشروع يخص المحافظه ويفيد ابناء المحافظه.
مستمرون معكم مشاهدينا ضمن هذه المقاطع، ننتقل إلى محافظة النجف حيث رصد أحد المواطنين هياكل مدرسية في حي المكرمة لم يتم بناؤها أو لم يكتمل بناؤها، مطالبا الجهات الحكومية بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة والشروع في إكمال هذا المشروع. دعونا نتابع. هذا حي المكرمة، للأسف الكثير من الساحات هذا وضعها مهملة. نحتاج من بلدية النجف أن تنتبه لهذه الساحات وتنظفها وتحولها إلى حدائق عامة تخدم الناس. الأمر الثاني، هاي المدارس، هاي الهياكل المدرسية متوقف العمل بيها، العام الدراسي ما ظل شيء، كل شهرين زمان وترجع الدراسة. هاي الهياكل المدرسية بتوقف بيها العمل لأسباب كثيرة. نتمنى من تربية النجف الإسراع بتنفيذ وحل المشاكل بهذه الهياكل، سواء إداريا، فنيا، قضائيا، قانونيا. المنطقة بحاجة هاي المدارس. نتابع سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد يقول: أكو مدرسة ثانية بشارع الباني، بشارع الباني، السقف مالتها من جذع النخل، تأسست سنة 1976 وبها 4 فصول ابتدائية، بنين وبنات ومتوسطة بنات وإعدادية بنات، المدرسة آيلة للسقوط. كامل يقول: لا حياة لمن تنادي، مع الأسف هذا حال العراق. تعليق من أبو أنس الخفاجي يقول: كارثة والله العظيم، شلون واحد يأمن يودي أطفاله لهيج مدارس؟ وتعليق من حسين يقول: أغلب مباني المدارس سيئة جدا، وحتى اللي بنيت حديثا كلها غير مطابقة للمواصفات. مشاهدينا الكرام، دعونا نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا من العرفة أنه من 2003 ولحد الآن اللي ما يدعون بهم أنه هاي الحكومة حكومة اللي أنقذت الشعب العراقي من الظلم والفساد اللي كان عايش فيه. طيب آمنا بالله، لو كان عندهم هذا المبدأ اللي هم جاؤوا به وجاؤوا من الاحتلال الأمريكي اللي هو جابهم، وين اللي الناس اللي يسموهم إحنا رجال مقاومة وإحنا ناس نحب العراق وإحنا ناس إحنا نحب العراقيين؟ وين الحب اللي تحبوه؟ وين الإنجازات اللي تتبع لكم؟ الانجازات اللي عندكم انتم كدوركم حكومه، يعني من خلال قناتكم الكريمه، يعني احنا الناس السياسيين والمسؤولين، انتم حكومه دوركم انه حكومه يعني بيها مستشفيات حكوميه، بيها مدارس حكوميه للموضوع اللي هسه جاي تتكلمون عنه. لو كان عندكم حكومه نزيهه شريفه عادله تحب العراقيين لوجدت مدارس، لوجدت كليات، لوجدت جامعات. على منو أبو عمر، على منو يريدون، على منو يريدون يضحكون أو يوهمون الناس إن هم أصحاب منجزات؟ على منو يريدون يضحكون إن هم قدموا شيء للشعب العراقي أو قدموا شيء للعراق كدولة من 2003 لغاية اليوم؟ يعني منو بعد، يعني مع احترامنا، مغفل لدرجة إنه يعتقد إنه هذه الأحزاب كلها بلا استثناء اللي جتي بعد 2003 وشاركت بالعملية السياسية، منه لا يزال يعتقد بأنها يمكن أن يأتي الخير من ورائها؟ أستاذ محمد، إحنا العراقيين والعالم، يعني كل العالم يعرف بأنه إحنا لا توجد عندنا حكومة. لو كان عندنا حكومة لكان بيها مدارس حكومية تعتمد على الناس، يعني الفقرة اللي وضعية حادة يعني سيئة، ما عنده إمكانية يعني داخل مدارسة للأهلية، ما عنده إمكانية أن يوصل ولده إلى مراحل يعني أعلى بحيث أنه يخدم المجتمع ويخدم شعبه ويخدم نفس الوقت الحكومة لازم عليها أن يكون بهذا الرأي. بس للأسف نجد يعني المدارس الأهلية والكليات والجامعات اللي هم بنوها على حسابهم الخاص وسلطة الأحزاب ما يقدرون. هو هذا حسابهم الخاص مين يا أبو عمر؟ مين لهم حساب خاص هم؟ مو يجوي حفاي كما يقول العراقيون؟ يجوي حفاي من الخارج؟ مين لهم حساب خاص؟
حتى يبنون به مشاريع المستشفيات والمدارس. اكيد استاذ، هم ما عندهم مساقات بس كحساب يعني فلوس المال الشعب العراقي، خلينا نقول يعني بهاي الوضع. لو كان المال الشعب العراقي كله هو تحت اياديهم، النفط والمنافذ الحدوديه كل هاي تحت يعني ايديناتهم، المفروض يعني من عندهم يسووها للشعب، يقدموها للشعب. هم ما جايبيها من ابهاتهم او من ورث من عندهم، هاي من اموال الشعب العراقي اللي يبنون بها المدارس الاهليه والجامعات والكليات كلها يعني عايده للشعب، فالمفروض ان يقدمون لهم خدمه للشعب، مو يدخل يعني يحتار المواطن، يحتار الاب يعني يدخل ابنه المرحله الابتدائيه يشوف يعني اكو نقص حالات. طيب اكو وصلت يعني وصلت فكرتك ابو عمر من بغداد، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. دعونا ننتقل الان مشاهدينا الكرام الى الموضوع الرابع لدينا والمرتبط بشبكات الاتصالات وخطوط الانترنت المنتشره او الموجوده في العراق، والتي تعد من أسوأ شبكات الانترنت على مستوى العالم. يحتل العراق المراتب الاخيره في سرعه الانترنت في عده مؤشرات عالميه، بينما يشتري المواطن هذه الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول الجوار، مما سبب موجة انتقادات كبيرة من قبل المواطنين. طبعا تعزو وزارة الاتصالات في العراق ضعف شبكة الانترنت إلى عدة عوامل، منها الفساد المستشري وضعف الشركات المجهزة للخدمة وغياب رؤية الوزارة خلال السنوات الماضية نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية. أحد المواطنين في قضاء قرمة بني سعيد في محافظة الذقار يطالب إحدى شركات الاتصالات لصيانة الأبراج الخاصة بها بسبب رداءة الشبكة الواصلة إلى هواتفهم النقالة وانقطاعها مع انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بالرغم من دفعهم للاشتراكات الشهرية. لنستمع. شركة زيل للاتصالات بقضاء قرمة بن سعيد، أبراجكم تعبانة، شبكة متهالكة وتعبانة، تنقطع الكهرباء تروح الشبكة، وأكو بعض المرات هم تروح يعني كلش، فالرصيد الناس الشدة ويروح ما أعرف فين، اتصالات ماكو. أما أسوي لكم حل، الأبراجكم تصلحونها أو الحكومة المحلية تتعاقد ويا شركة آسيا سير وتنهي الموضوع. الناس لا واحد ولا ثلاثة ولا عشرين داي يقولوا لي نزل مناشدة لهم، فأنتم رتبوا وضعكم، لكم نعطيكم فترة، نعطيكم أسبوع صلحوا وضعكم، صلحوا شبكتكم، الناس تأذت، كل شبكة ماكو، رصيد جاي ينتهي بدون فايدة، الله شاهد بدون فايدة. فإحنا نناشد مدير البريد همه سادة حسين غني وسادة علي، خلينا يسقون ويش شبكة وشركة زين وينهون هاي المشكلة. قضاء ما بي شبكة نهائيا، راح نعطيكم فترة أسبوع، أسبوع لكم، أما شيلون أبراجكم أو صلحون الوضع، صلحون وضع الشبكة. استمروا مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. رجح مختصون في المجال التقني أن تكون رداءة خدمات الإنترنت متعمدة، ولا سيما مع نضوج الوعي المجتمعي واستخدامه لوسائل التقنية الحديثة من أجل التواصل ونقل وفضح فساد الأحزاب وانتهاكات الميليشيات في العراق. وباتت خدمة الإنترنت في العراق عنوانا للفشل الحكومي والفساد في قطاع الاتصالات، بالرغم من ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية وسوء الخدمة المقدمة في البلاد. يأتي هذا في ظل وجود مافيات تدعمها أحزاب وميليشيات تسببت بانهيار قطاع الاتصالات وضياع أموال العراقيين على خدمة إنترنت هي الأسوأ في العالم. مواطنون في قضاء المسيب بمحافظة بابل اشتكوا من ضعف وانقطاع الإنترنت عنهم، وتعثر الكثير من أصحاب الأعمال لاعتمادهم الكبير على خدمة الإنترنت، متسائلين عن الأسباب التي أدت لتردي الخدمة، ليس فقط على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بل تشمل أيضا التردي الكبير في المؤسسات الحكومية وتأخر المواطنين في إنجاز معاملاتهم بسبب رداءة خدمة الإنترنت. دعونا نشاهد. يعني اليوم من الصبح لحد الظهر يا ماكو شبكة، والأسباب مجهولة، وكل من يحكي كيفه، ومن غير ما أحكي لك على أسعار يعني اللي يردوها، وانقطاع مستمر. يعني النت ما كنت؟ ما يعني هسه الدنيا ليل انه بتجي الكهرباء ينقطع النت، وتروح الكهرباء يجي النت مو؟ اي
شلونك عيني؟ اليوم شلون الشبكه؟ شبكه ماكو؟ اي يعني احنا سوى الشبكه صارت يعني اكثر الشغل والعمل هو مرتبط بالشبكه تعرف شيء يعني مو هين مو بس يعني هذا الرجال على باب الله يعني كوفي عنده وماكو شبكه فرغت ايه فرغت ايه ولا هي مو كل الدوائر كل الدوائر وبالمرور وين ما تروح بكل دار اسال اقول لك هي دار مال المرور بربك تروح تلزم سرا يقول لك شبكه ماكو اذا هو الدوله ما عندها شبكه انا عندي شبكه اي والله يا وزيره الاتصالات نايمه قاعده انت عمي شبكه بشمال بابل ماكو شوف هسه هذا حمزه على الخط اكو زين ليش على الخط اكو وبالشبكه الارثينج ما صحوا لهم شبكات الاهليه ماكو اي بالضبط اي والله هاي حتى الخط حتى الخط هم مو هسه خاف امتحانات بالليل عندهم تطفي الكهرباء على الشبكه تجي كهرباء ماكو شبكه هاي العالم ده حبي شلون عاد عليك ماكو شبكه ماكو شبكه يا عمي هاي والله احنا سوينا استطلاع قاعد نشوف الشبكه ليش ماكو يا وزيرة الاتصالات يا معودة قاعده اي والله هاي شوف الناس يعني احنا اقول لك عندهم امتحانات من 12 وراي والله ما ادري يعني اللي نعرف امتحانات هسه فلي نعرف اللي نعرف ليش شبكه ايرثينج والخما شنو نت ماكو العاديه ماشي اي ماكو كله ماكو هاي تجي الوطني تروح الشبكه لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع علي يقول حال الكهرباء بس يأخذون فلوس ورا يومين يسوون بي خلل تعليق لدينا من محمد يقول ما كنت حرامات واحد يشترك ونقضيها كلها فصلات راح النت اجى النت في تعليق من حيدر يقول العراق كله ضعيف بي النت العراق كله ضعيف بي النت مو بس المسيب وحسين الشريفي يقول خاف إيران هم تريد النت مقابل النفط يمكن سيد أحمد من ألمانيا حياك الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم دائما أكو متلازمة ما بين الكهرباء والمي والكهرباء والنت نعم. والكهرباء والخدمات المقدمة نعم. ففي حالة غياب واحد من الثالوث هذا راح يأثر على قطاعات الحياة بمجملها في العراق بصورة عامة المافيات المتحكمة بالإنترنت والمافيات المتحكمة بالشبكات الخلوية في العراق يعني هذا قطع النت وجعل ابتزاز الناس لاستخدام الإنترنت من خلال شبكات الخلوي هاي وسيلة ابتزاز ووسيلة جلب أيضا فرص جديدة للمافيات المتحكمة بالدوائر والمؤسسات العراقية أسلوب رزق جديد لهم المشكلة اللي موجودة عندنا بالعراق مع الأسف أنه قلة وعي وقلة إدراك لما يحاك المشكلة الإنترنت يؤدي إلى أنه ترتفع الأصوات وتنتقل المعرفة من واحد إلى واحد ويصير أكثر وعي بالفساد اللي موجود لهم فيعتبرونه خطر التعبير عن الرأي أكبر خطر يمثل بالنسبة لهذه الحكومة وعصاباتها لذلك يحاولون دائما يقننون النت ويجعلونه تحت السيطرة نعم. مع الأسف يعني بالعراق النت يستخدمون لماذا يعني أغلب استخداماته غير منتجة أغلب استخداماته للترفيه ولكن مع ذلك بما أنه جنابك تدفع قيمة لازم تحصل هاي القيمة وأكثر منها صحيح. أما أنه يأخذون يعني فلوس وما يعطوك خدمات فهذه معناته نصب عيني عينك على عينك يا شاطر نعم. أين السلطة القضائية من هذا الشيء أين السلطة التشريعية البرلمان من هذا الشيء ولكن مع من تتكلم اذا كان العراق ولا العمار في طور تشريع القوانين التي تتعلق بمحاسبه كل من يعتقدون بانه يسيء استخدام الانترنت لكن هي يراها عراقيون بانها محاربه لحريه الراي في مواقع التواصل الاجتماعي استاذ محمد الله يرحم والديك حقيقه انا اللي اريد اقوله لأنه مجلس النواب العراقي وضع لتقييد المواطنين نعم. وتكميم أفواههم نعم. ولكي لا يثوروا بوجه الطغمة الحاكمة ومن ضمنهم النواب طيب. هذه مشكلة أخي إذا كان يعني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تعمل ضد المواطن نعم. هذه مشكلة أنا أتجه المواطن شكرا سيد أحمد من ألمانيا أشكر حضرتك طبعا في الفقرة الأخيرة مشاهدينا الكرام ننتقل للهاشتاج خريجو المهن الطبية والصحية والتمريضية لدفعة سنة 2022 طالبوا بإطلاق الأمر الوزاري للجميع من خلال وسم إصدار الأمر الوزاري لدفعة 2022 دعونا نتابع بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم
صادق يقول إن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، أبطال الدفعة لن يتراجعوا عن حقوقهم قيد أنملة. تغريدة لدينا من قاسم يقول الحقوق تؤخذ ولا تعطى، لسنا من يسكت عن الحق ولسنا شياطين، نحن أصحاب حقوق مشروعة في دولة تنهبها السياسات والأحزاب والقوى. إن كنتم غافلين عنا سوف تكون هناك وقفة وكلمة لن تسكتنا عن حقوقنا. سارعوا في إرسال الأسماء إلى مجلس الخدمة. تغريدة من مرتضى يقول نطالب بالإسراع في إصدار الأمر الوزاري لتعيين طلبة المجموعة الطبية بحسب قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، وغير ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة كافة المسؤوليات القانونية. عبير تقول نطالب بتطبيق قانون 6 لسنة 2000، وهو قانون ساري المفعول ويكفل التعيين للجميع بدون مسميات، واليوم خريجين المهن الطبية والصحية والتمريضية يطالبون بإطلاق الأمر الوزاري للجميع. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.